مجلس إدارة الوكالة الحضرية لصخيرات تمارا عقد دورته السادسة برئاسة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري. وخلال الاجتماع أكد الوزير إن الوكالة الحضرية لصخيرات تمارا التي تعمل بشكل متواصل على تعزيز مكانتها كشريك مفضل لكافة الفاعلين في القطاع على المستويين المحلي والجهوي من شأنها الإسهام بشكل فاعل في عقلنة استخدام المجال وضمان إطار عيش كريم للمواطنين. هذه كانت مناسبة لواحد نقاش حقيقة هام لتقييم أولا واحد العدد المنجزات، وكذلك نصدقوا على البرنامج المستقبلي والميزانية ديال الوكالة بالنسبة ل 2019. وكانت مناسبة للنقاش أساسا واحد عدد رؤساء الجماعات فيما يخص مسائل تتعلق بالوكالة الحضرية، ولكن كذلك بسياسات الوزارة ككل. وهذا الاجتماع يعتبر مناسبة لتقييم أنشطة الوكالة الحضرية وإنجازاتها خلال السنة الفارطة، وكذا تقديم مخطط عملها للفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2021. هذه السنة كانت سنة وثائق التعمير بامتياز، لأننا تمكننا أن نخرج واحد العدد كبير ديال وثائق التعمير ديال تصاميم تهيئة، كذلك على مستوى الدراسات العامة اللي خدات بعين الاعتبار البرنامج الحكومي والاستراتيجية ديال الوزارة اللي كتاخذ بعين الاعتبار أنه خصنا نعتمدوا على واحد تعمير استباقي، واحد تعمير محفز وتعمير مستدام، ولذلك غتعطي الانطلاقة لواحد مجموعة ديال الدراسات اللي كتاخذ بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي والمكونات الإيكولوجية. وخلال اللقاء تمت الموافقة على التقريرين الأدبي والمالي ومخطط عمل وميزانية سنة 2019، وذلك بحضور عامل عمالة صخيرات تمارا ورئيس مجلس العمالة وممثل مجلس جهة الرباط سلاء القنيطرة، إلى جانب منتخبين محليين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.